تجاربك الإعلامية بينت إنه في جانب ثقافي كبير ومميز فيه، بتحب القراية؟ بحب اقرا في التاريخ الاسلامي جدا، اشمعنى بحب بقى؟ اقرا، بحب اقرا جدا في التاريخ الاسلامي، بحب اقرا جدا. يعني في كاتب اسمه محمود شاكر كان له حاجه كده خاصه بالاندلس وبتاعه كده، كان من الحاجات اللي بتعجبني جدا. بحب الحكم وامشي عليها فتره، يعني في حكم معينه كده مثلا، او يعني في كلمات تؤثر او مؤثره فتحب تمشي عليها فتره، تحب تجربها شويه. يعني التاريخ لا هيتغير تمام ولا هيتحول، هو التاريخ بيجدد نفسه من يوم ليوم ومن عصر لعصر، هو هو. يعني هتلاقي المواقف اللي حصلت من سيدنا ادم، من ايام سيدنا ادم لحد دلوقتي هتلاقيها هي هي. يعني حد صاحبك قوي قوي وبعد كده بتتصدم فيه، حد بتتعامل معاه كويس قوي وبعد كده ما بيصونش لكن العشره، التاريخ ثابت. هو هو. يعني المواقف هتيجي، المواقف الانسانيه ولا المواقف الحياتيه ولا حتى العمليه هتتغير من فين يعني تمام. والكوره ساعات ببص لها بمنظور يعني بيريحني قوي، بيريحني منظور ان انت بتشوف كل امثله الدنيا ممكن تلاقيها في الكوره وانت قدام عينيك. يعني ممكن تلاقي حد مثلا عزيز قوم زل، يعني تلاقي واحد نجم كبير جدا الناس كلها نفسها بس تشوفه تمام، والدنيا والحياه دول والدنيا دول زي ما بيقولوا، تلاقي الراجل اللي كانت مصر كلها والعالم كله بيستناه عشان يتصور معاه ويشوفه بقى شخص عادي جدا متناسب. جدا ويصعب عليك، والعكس صحيح، تلاقي واحد ضعيف جدا ملوش اي تاثير خالص وحياته كلها تصعب عليه وبتعطف عليه كمان، بقى واحد من في حتة الكبار تانية، والاهميه ايه اللي والمكانه. بيطلع من الحد من تحت لفوق او من فوق لتحت؟ غير طبعا توفيق ربنا، غير تربيته، نصيبه، اشوف ان تربيته. التربيه والعقليه، اشمعنى بقى؟ التربيه بتاثر فيه جدا. يعني لو متربي كويس يعني في بيتك، عشان كده بقول حتى في الناشئين وبقول لاولياء الامور والله، يعني مش كل حاجه ابنك وعنده 16 17 سنه، لان ده المرحله ممكن تبقى واخده اتجاه ان هو اللي بيصرف في البيت. يعني بعد 17 سنه 18 سنه بيبدا الدخل عند اللعيب يبدا يبان شويه، فبيبقى له تاثير في البيت. أكيد. فلما بيبقى له تاثير في البيت مش عايزه يبقى صاحب الكلمه، غلط، انت هتخسره كده. انا بقول لاولياء الامور الكلام ده والله، لا مش معنى ان هو بدا يعني يساعد في يصرف أو البيت يساعد إنه ويساعد يبقى ليه بشكل كويس كلمة. قوي يبقى هو صاحب الكلمه او هو صاحب الراي او هو يعمل اللي هو عايزه، فيبدا يجي لك الساعه 2 والساعه 3 والساعه 4، انت كده بتضره، انت بتضر نفسك، انت بتضر نفسك. لا، لو هو ما عندوش من الخبره تمام ولا عنده من الشخصيه اللي تسمح له يقدر يدير امور حياته بالشكل الامثل، فلا تقول له ده غلط، ده مش صح، ده ما ينفعش، لازم يبقى في تركيز تاني، لازم يبقى في شغل تاني، لازم يبقى في حاجه مهمه جدا بتسعى لها، الهدف عايز تحققه، مش كل حاجه هيعملها. يعني هو فين دلوقتي؟ مع اصحابه، يجي الساعه 2، يجي الساعه 3، يجي الساعه 4، يجي الساعه 5 الصبح. ده كلام. كابتن سيد، انت عندك تسنيم ويوسف ومريم، بتربيهم ازاي؟ او دلوقتي هم سنهم قد ايه؟ ايه الحريات اللي بتديها لهم وايه اللي لا، انا اللي اقول الكلمه والكلمه تمشي؟ والله بص، يعني في جزء انا بشارك فيه بحاجات ومراتي الله يكرمها بتدخلني فيه يعني، وفي جزء هي بتتولاه يعني، ودي من الحاجات برضو يعني الفرص اللي الواحد بيشكرها عليها يعني الصراحه، لان برضو ده جانب مهم جدا، جانب مهم جدا في الحياه. يوسف عشان لعيب كوره فاحداثنا ممكن تبقى كتير بنتكلم. بيلعب ايه؟ بيلعب مركزه يعني؟ بيلعب رقم 6. هو من عشاق وحمدي فتحي، بيحب حمدي فتحي قوي. شايفه ان هو شبه ايه او بتتمنى له ايه في مستقبله؟ والله اتمنى له التوفيق طبعا، ربنا يحفظه ويتمنى له التوفيق، وبقول زي ما قلت لك من دقيقه واحده بس، ان الحته العقليه مهمه جدا في لعيب الكوره. اكيد. المهم ان يبقى في استيعاب شديد، في استعداد شديد، في صبر، يعني مش كل حاجه هتاخدها بسرعه يعني. في مساحه بنتكلم كاسره، وفي حاجات بتبقى خاصه بالولد والبنت، يعني هم صاحب القرار فيها يعني، وفي حاجات لا مش بتاعتك انت، ده قرار اسره يعني. بتاخدوا رأي بعض في قراراتكم؟ يعني هم لو عندهم حاجة في دراستهم أو حاجة، هم تسنيم ومريم سنهم قد إيه؟ طبعا مريم في كلية هندسة دلوقتي، أولى هندسة، تسنيم لسه في خمسة ابتدائي، ويوسف في تاني سنة. إيه الحاجة اللي بتسيبها لهم هم يختاروها؟ أنت شايف إن الأحسن هم قرارهم يبقى من نفسهم؟ حتى الجامعة، على مستوى الجامعة كانت رغبة مريم يعني، كان ممكن تروح حاجة وبعد كده هي اختارت هندسة. يعني دي ميول واحلام، انت بتبقى عايزها، بتشوف نفسك في حاجه معينه، مش هقدر افرض رايي عليك يعني، لكن في حاجات خاصه بالاسره تمام، خاصه بيك انت ممكن اخد رايك، خاصه يعني حتى كلنا مع بعض في حاجه واحده ممكن ناخد راي بعض، تاخدوا رأي لكن في بعض. حاجه بتاعت الاب والام يعني.
مين الطيب اللي في البيت اللي بيوافق على الطلبات والحاجات، ومين اللي لا بيقول لا؟ دايما الاب بيبقى الحنين اللي بيوافق على كل حاجه. الاب اللي بيبوظ كل حاجه. ايوه. بص والله انا مقتنع بحاجه برضو، يعني مهم جدا التربيه، مهم جدا ان انت تكلمه كويس، مهم ان انت تكلمه تون الصوت يبقى في وقت، مهم ان انت تصاحبهم، مهم ان انت تسيب لهم مساحه، مهم ان انت يبقى تاخد رايهم في حاجات تخصك انت، تمام؟ حتى لو مش هتعملها على فكره، بس من باب المشاركه ومن باب ان انت تبقى شغله بيك، يعني ان هو مهم جدا ان الاسره تبقى مشغوله ببعضها، مشغوله ببعض. يعني يبقى فلان عنده امتحان، فلان عنده امتحان، فلان عنده ماتش، فلان عنده، حاسين ببعض، تبقى حاسس بيه. دي مهمه جدا، يعني مهم حتى لو هو رايه مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه. تمام. لكن اقول كل ده مهم قوي قوي في الحياه وبنسب، لكن هدايه ربنا. يعني ممكن تلاقي واحد شيخ وابنه وحته ثانيه فاسد، ممكن تلاقي واحد يعني وربنا هدى، يعني واحد يعني حياته متلخبطه وابنه عنده هدوء. بتلمس والاصول بتبان والاصل بيبان والاصل للدور واهميه، لكن اقصد في النهايه الهدايه ربنا هي الاهم يعني.